الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. دعا المرشح الفائز عن محافظة نينوى ماجد شنقالي شركة توزيع المنتجات النفطية للعدول عن قرارها رفع سعر البنزين العادي إلى 650 دينارا لللتر الواحد في 4 محافظات فقط. وقال شنقالي إن شركة توزيع المنتجات النفطية أصدرت قرارا برفع سعر لتر البنزين العادي إلى 650 دينارا في 4 محافظات، هي ديالى وصلاح الدين والتأميم ونينوى، مع بقاء الأسعار على سابقها بمبلغ 450 دينارا لكل لتر في بقية محافظات العراق. قال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف إن الخطة المتعلقة بزراعة محصول الحنطة لهذا الموسم تم إقرارها بمساحة 2,500,000 دونم، وأضاف أن تقليص الخطة الزراعية عن العام الماضي 50% له تأثير كبير على تحقيق الأمن الغذائي خاصة وعلى محصول الحنطة لهذا العام، وأضاف أن هذه الخطة إروائية، أما الخطة التي قامت بها وزارة الزراعة هي خطة رديفة عن الآبار بقرابة 3 ملايين دونم، تنقسم بين 1,600,000 دونم لمحصول الحنطة و 1,400,000 دونم للشعير، مبينا أن الخطة الإروائية والآبار تبلغ قرابة 4,800,000 دونم. جمد ديوان المحاسبة الليبي حسابات مصرفية للحكومة الليبية مرتبطة بإيرادات الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي المفروضة منذ عام 2018 في خطوة لتقليص الإنفاق الحكومي. وقال خبراء اقتصاديون إن الخطوة متأخرة كثيرا، وذلك مع قرب استنزاف إيرادات مبيعات النقد الأجنبي المتبقية، فيما توسعت حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد دبيبة في الإنفاق على حساب هذه الإيرادات. وأضافوا أن تجميد الحسابات المصرفية اختصاص أصيل لديوان المحاسبة فضلا عن متابعة الإنفاق العام، ولكن الديوان لم يوقف حسابات أو عقود حكومية بالنظر لحجم الأموال المصروفة. رفع بنك انجلترا المركزي اسعار الفائده في سبيل مكافحه التضخم بمواجهه ارتفاع اسعار المستهلكين، حيث من المرجح ان يؤدي هذا القرار الى زياده تكلفه الرهون العقاريه والتسليفات. وبلغت نسبه رفع سعر الفائده الرئيسي من مستوى منخفض قياسي وهو 0.1% الى 0.25% لكبح جماح التضخم المتزايد الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة ونقص العملة وعوامل أخرى. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 10 سنوات في شهر تشرين الثاني، إذ قفز إلى 5.1% من 4.2% في شهر تشرين الأول. أعلن البنك الدولي أن المؤسسة الدولية للتنمية حصلت على تمويل قياسي قدره 93 مليار دولار لمساعدة البلدان الفقيرة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا وتعزيز النمو الاقتصادي. وقال البنك إن هذا أكبر تجديد على الإطلاق لموارد المؤسسة الدولية للتنمية التي تقدم دعما ماليا ل74 دولة غالبيتها في أفريقيا، وتمول هذه المؤسسة بالدرجة الأولى من مساهمات الدول الأعضاء في البنك، ويجتمع المنحون مرة كل 3 سنوات لتجديد مواردها. وتجديد الموارد الذي أعلن عنه البنك سيغطي حاجات المؤسسة للفترة الممتدة حتى شهر تموز من عام 2022. ختام الموجز، إلى اللقاء.